فاطمة السنيني رئيسة جمعية الوفاء للبيئة بالمحمدية. حنا نظمنا اليوم هذا الحفل بمناسبة اليوم التحسيسي حول البيئة باش نوعيو الأطفال، واختارينا المؤسسة لأنه الأطفال هما أهم شيء اللي غيوصلوا لرسالة البيئة، وكنتمناو نكونوا في شنو الطموح ديالكم مستقبلا؟ حنا كنخدموا على الدومين ديال البيئه، يعني كنتمنى يعني عندنا مازال عندنا حملات تحسيسيه، مازال عندنا يعني حملات تحسيسيه داخل المدارس وخارج المؤسسات، ومازال عندنا بزاف يعني داكشي اي حاجه كتخص بالبيئه. شكرا من الناس اللي حاضرين اليوم لهذا الحفل هذا، وكلمه شكر من اللي توجهها. كنبغي نشكر شكر خاص للسيد المدير المؤسسه عبد الاله خبزي لانه وقف معنا وساندنا، لا اساتذه ولا شكر للتلاميذ المؤسسه، والشكر للجمعيه الجمعيات اللي حضروا معنا بهذه المناسبه، والشكر لاعضاء المكتب اللي معايا. شكرا.